جليميته وأحب اللعنة فتأتيه، ولم يشأ البركة فتتباعد عنه، ولبس اللعنة مثل الثوب ودخلت في أمعائه مثل الماء كمثل الزيت في عظامه. والتصر كالثوب الذي يلبس وكمثل المنطقة التي يتمنطق بها في كل حين. هذا هو عمل للذين يمحلون بي عند الرب والذين يتكلمون بالشر على نفسي. وأنت يا رب يا رب اصنع معي من أجل اسمك، فإن رحمتك طيبة. نجني فإني فقير ومسكين أنا وقلبي اضطرب داخلي، فكمثل الفيء إذا مال فنيت وطفرت مثل الجراد، وركبتاي ضعفتا من السوم ولحمي تغير من أجل الزيت، وأنا صرت لهم عارا، نظروا إلي وحركوا رؤوسهم. أعني يا ربي وإلهي وخلصني كرحمتك، وليعلموا أن هذه يدك وأنت يا رب فعلت ذلك. هم يلعنون وأنت تبارك، والذين يقومون علي فليخزوا، وأما عبدك فيفرح، والذين يمحلون بي يلبسون الخزية ويتردون بخزيهم كالرداء. أعترف للرب بفمي جدا وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه قام من عن ميامن المسكين ليخلص من المضطهدين نفسي. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبلا بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي نعضدني، وعلم الأثمة تتركك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منصحة، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسيرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد الآب والابن والروح القدس. يا رب إن اليهود حكموا عليك بالموت يا حياة الكل، والذين أجزتهم البحر الأحمر بالعصا سمروك على صليب، والذين أرضعتهم من الصخرة عسلا قدموا لك مرارة، إلا أنك احتملت كل ذلك طوعا لكي تعتقنا من عبودية العدو. أيها المسيح إلهنا المجد لك الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقانية المعطية ثمرة الحياة، إليك نتضرع أيتها السيدة أن تتوسلي مع الرسل الأطهار وجميع القديسين أن ترحم نفوسنا. يا رب إنا من أجل الخوف من اليهود جحدك بطرس صديقك وقريبك، وانتحب هكذا صارخا عن دموعي لا تعرض، لأني قلت أن أحفظ الإيمان ولم أحفظه. أيها الرؤوف، فتقبل أيضا هكذا توبتنا وارحمنا. بكلماتي أنصت يا رب وافهم صراخي، أصغي إلى صوت تضرعي يا ملكي وإلهي. من قبل صلبك المكرم يا رب، لما كان الجند يهزؤون بك، اندهشت أجناد الملائكة لأنك لبست إكليل الافتراء يا من زخرف الأرض بالأزهار، ولبست خلعة الهزء يا من وشح الجلد بالغيوم. فبهذا التدبير عرف تحننك أيها المسيح ذو الرحمة العظمى،
فالمجد لك. المجد لله والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر داهرين آمين. يا رب لما جذبت إلى صلبي صرخت هكذا لأي عمل تريدون أن تصلبوني أيها اليهود فلأني لمخلعيكم شددتم أم لكوني لأمواتكم أخمتك من نوم ولنازفة الدم شفيت وللكنعاني لكن ستعينون من طعنتم أيها المخالفون شريعة أنه بروكيمن باللحن الرابع إنني أنا للجلد مستعد يا رب لا بغضبك توبخني قراءة من نبوءة إشعياء النبي متى لنصغي الرب يعطيني لسان أدب لأعرف متى ينبغي أن أتكلم قولا وضعني باكرا باكرا وزادني أذنا أستمع بها وأدب الرب يفتح أذني أنا لست أعصى ولا أضاد قد بذلت ظهري للصياط وخدي للطمات وما رددت وجهي من خزي البساق عليه والرب ربي صار معيني لهذا السبب لم أستحي بل جعلت وجهي كصخرة صلدة وعرفت أني لست أخجل لأن الذي يزكيني قريب مني من يحكم علي فلينتصب لي ومن يحاكمني فليقترب إلي ها الرب ربي معيني فمن يوصل الأضرار إلي ها أنتم كلكم تبلون كالثوب ويأكلكم سوس من هو الخائف الرب فيكم فليطع صوت غلامه أيها السالكون في الظلام ولا يوجد فيهم ضوء توكلوا على اسم الرب واعتصموا بالله ها أنتم كلكم توقدون نارا وتقوون لهيبا سيروا في ضوء ناركم وفي اللهيب الذي أضرمتموه لأجلي صارت هذه فيكم سترقدون في حزن لنصغي أصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا حكمة لنصغي يا إخوة إن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء
مات في الأواني عن المنافقين، ولا يكاد أحد يموت عن بار، فلعل أحدا يقدم على أن يموت عن صالح. أما الله فيدل على محبته لنا بأنه إذ كنا خطأة بعد مات المسيح عنا، فبالأحرى كثيرا إذ قد بررنا بدمه نخلص به من الغضب، لأن إذا كنا قد صلحنا مع الله بموت ابنه ونحن أعداء، فبالأحرى كثيرا نخلص بحياته ونحن مصالحون. السلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا. الحكمة، فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف بشارة القديس مرقس البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي، في ذلك الزمان أخذ العسكر يسوع وذهبوا به إلى داخل الدار، أي دار الولاية، وجمعوا الفرقة كلها وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك وكللوه به، وجعلوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويبصقون عليه ويثون على ركبهم ساجدين له. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصلبوه، وسخروا رجلا عابرا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو الإسكندر وروفوس، أن يحمل صليبه، وأتوا به إلى موضع الجلجلة الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يأخذ. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين على ما يأخذ كل واحد منها. وكانت الساعة الثالثة وصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود. وصلبوا معه اثنين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فتمت الكتابة القائلة: وأحصي مع الأثم. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: آه يا ناقض الهيكل وبنيه، في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة كانوا يهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها، فلينزل الآن المسيح ملك اليهود عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. ولما كانت الساعة السادسة حدثت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ألوهي ألوهي لما شوقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين فقالوا: ها إنه ينادي إيليا. فأسرع واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: دعوا لننظر هل يأتي إيليا ينزله. وصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، فانشق حجاب الهيكل اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة القائمة مقابله أنه أسلم الروح صارخا هكذا، قال: في الحقيقة كان هذا الإنسان ابن الله. وكان أيضا نساء ينظرن عن بعد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير وأم يوسي وسالومة اللواتي كن يتبعنه. لما كان في الجليل ويخدمنه وأخر كثيرات، كنا قد صعدنا معه إلى أورشليم. المجد لك يا رب المجد لك. مبارك الرب الإله، مبارك يوما فيوما، ليسهل لنا إله خلاصنا، إلهنا إله الخلاص. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف امراضنا من اجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس، الان وكل ان والى دهر الداهرين، امين. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الجوهري اعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هلما جميعنا نسبح المصلوب من أجلنا، لأن هذا رأته مريم على الخشبة فقالت: وإن كنت احتملت الصلب طوعا فأنت لم تزل ابني وإلهي. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح الإله الطويل الأنات الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة الباطنة، وسهل حياتنا إلى العمل بوصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا من كل حزن وشر ووجع، حطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم. باسم الرب بارك يا أب. ليرأف الله بنا ويباركنا، وليضئ بوجهه علينا ويرحمنا، آمين. أيها السيد الإله الآب الضابط الكل، والرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، والروح القدس اللاهوت الواحد والقوة الواحدة، ارحمني أنا الخاطئ وبأحكام تعلم بها، خلصني أنا عبدك غير المستحق، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين، آمين. هلموا لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلموا لنسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، استمع يا الله صلاتي وأنصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي، الأقوياء طلبوا نفسي ولم يجعلوا الله أمامهم، لأن هو ذا الله يعينني والرب ناصر نفسي، يرد المساوئ على أعدائي، بحقك استأصلهم، فأذبح لك طائعا وأعترف لإسمك يا رب، فإنه صالح، لأنك من كل حزن نجيتني وبأعدائي نظرت عيناي. أنقذني يا رب من الإنسان الشرير ومن الرجل الظالم، نجني الذين تفكروا بالظلم في القلب والنهار كله كانوا يستعدون للقتال، سنوا ألسنتهم كالحية وسم الأفاعي تحت شفاههم. احفظني يا رب من يد الخاطئ ومن الناس الظالمين، أنقذني الذين تفكروا في أن يعرقلوا خطواتي، أخفى لي المتكبرون فخا ومدوا لرجلي شركا بحبال ووضعوا لي بقرب طرقي معاثر. قلت للرب أنت إلهي، أنصت يا رب إلى صوت تضرعي، يا رب يا رب قوة خلاصي، ظللت على رأسي في يوم القتال، لا تسلمني يا رب من قبل شهوتي إلى الخاطئ، تآمروا علي فلا تتركني لئلا يرتفعوا، رأس احتياطهم وشقاء شفاههم يغطيهم، يسقط عليهم جمر النار وتلقيهم في الشقاء فلا يحتملون،
رجل ذو لسانين لا ينجح على الأرض، الرجل الظالم تصيده الشرور إلى الفساد. قد علمت أن الرب يصنع حكماً للمساكين ونقمةً للبائسين، لكن الصديقون يعترفون لاسمك ويسكن المستقيمون لدى وجهك. الساكن في عون العلي في ستر إله السماء يسكن، يقول للرب: أنت ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصيادين ومن القول المضطرب. بمنكبيه يظللك وتحت أجنحته تلتجئ، بسلاح يحوط بك حقه، فلا تخشى من خوف ليلي ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من وقعة وشيطان نصف النهار. يسقط عن جانبيك ألوف وربوات عن يمينك، وأما إليك فلا يقتربون، بل تنظرهم بعينيك وتعاين مجازاة الخطأ. لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، لا يقترب إليك شر وضربة لا تدن من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى الأيدي يرفعونك لئلا تعثر بحجر رجلك، وعلى الأفعى وملك الحياة تطأ وتدوس الأسد والتنين. لأنه علي اتكل فأنجيه وأستره، لأنه عرف اسمي. يصرخ إلي فأستجيب له، معه أنا في الحزن أنقذه وأمجده، طول الأيام أملأه وأريه خلاصي. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. خلاصا صنعت في وسط الأرض أيها المسيح إلهنا، لما بسطت يديك الطاهرتين على الصليب فجمعت الأمم كلها صارخة: يا رب المجد لك. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، أمين. لأنه ليس لنا دالة من أجل كثرة خطايانا، فأنت توسلي إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن وسائل الأم تقتدر كثيرا أن تستعطف السيد، فلا تعرضي عن توسلات الخطأ يا كلية الوقار، لأنه رؤوف وقادر على خلاصنا الذي اقتبل أن يتألم من أجلنا. هكذا يقول الرب لليهود: يا شعبي، ماذا صنعت بك أو بماذا آذيتك؟ لعميانك أنرت ولبرسك طهرت وللرجل الذي على السرير قومت. يا شعبي، ماذا فعلت بك وبماذا كافأتني؟ عوض المن مرارة وبدل الماء خلا، وعوض أن تحبني على الصليب سمرتني. فلا أطيق فيما بعد احتمالا، سأدعو الأمم وأولئك يمجدونني مع الآب والروح، وأنا أهبهم الحياة الأبدية. جعلوا في طعام مرارة وفي عطشي سقوني خلا، خلصني يا الله فإن المياه قد دخلت إلى نفسي. أيها اليهود والفريسيون الواضعون الشرائع لإسرائيل، إن محفل الرسل يناديكم قائلا: انظروا الهيكل الذي نقضتموه، شاهدوا الحمل الذي صلبتموه، قد دفعتموه إلى القبر إلا أنه قام بذات سلطانه. فلا تضلوا يا يهود، لأن هذا هو الذي في البحر خلص وفي القفر عالى، هذا هو الحياة والنور وسلام العالم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هلوم
ركيمن باللحن الرابع. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في كل الأرض، لأن قد ارتفع عظم جلال مجدك فوق أعلى السماوات. قراءة من نبوءة إشعياء النبي. حكمة لنصيب. هذه الأقوال يقولها الرب: ها ابني يفهم ويرتفع ويتمجد ويستعلي جدا، على نحو من ذهل كثيرون عليك، هكذا تهان من الناس صورتك وشرفك من بني البشر. على هذا المثال تتعجب منه أمم كثيرة، والملوك يسدون فمهم، لأن الذين لم يخبروا به يعاينونه، والذين ما سمعوا به يفهمون. يا رب، من صدق سماعنا، وذراع الرب لمن انكشف؟ أخبرنا قدامه أنه بمنزلة صبي كأصل في أرض ظامئة، لم يوجد له صورة ولا شرف، ورأيناه فليس له صورة ولا حسن، لكن صورته مهانة وناقصة أكثر من بني الناس. إنسان إذ كان في جراحه ويعرف أنه يحتمل وجعاً، لأن وجهه رذل، قد أهين ولم يحتسب شيئاً، هذا يحتمل خطايانا ويتوجع لأجلنا، ونحن احتسبناه أنه في وجع وفي جراح من الله وفي ضر. هذا جرح لأجل خطايانا وتوجع بسبب آثامنا، عليه أدب سلامتنا ونحن بجراحه شفينا. كلنا كالغنم ضللنا، إنسان في طريقه ضل، والرب أسلمه لخطايانا، وهو لأجل وصول الضر إليه لم يفتح فاه. سيك كالناجة إلى الذبح وكان خاليا من صوت، كالخروف أمام الجزار على هذه الصفة لم يفتح فاه. بتواضعه ارتفعت حكومته وجيله من يصفه، لأن قد ارتفعت من الأرض حياته، من آثام شعب سيك إلى الموت، وأعطى الأشرار بدلا من دفنه والأغنياء بدلا من موته، لأنه لم يصنع إثما ولا وجد في فمه غش، ويريد الله أن يطهره من جراحاته. إذا بذلتم من أجل الخطيئة فنفسكم تبصر نسلا طويل العمر، ويريد الرب بيده أن ينتزع نفسه من الوجع ليريه نورا ويجبله بفهمه. ويبرز الصديق الحسن الخدمة لكثيرين ويحمل هو خطاياهم، لذلك يرث هذا كثيرين ويقسم أسلاب الأقوياء بدلا من تسليم نفسه إلى الموت واحتسابه مع الأثم، وهو احتمل خطايا كثيرين وأسلم لأجل خطاياهم. افرحي أيتها العاقر التي لا تلد، ترنمي واهتفي يا من لا تمارس طلقا، فإن أولاد البرية أكثر من أولاد التي لها رجل. لنصغي. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. حكمة لنصغي. يا إخوة، إن المقدس والمقدسين كلهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: سأخبر باسمك إخوتي وأسبحك في الكنيسة، وأيضا سأكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. إذن إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو كذلك فيهما، لكي يبطل بموته من كان له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق كل الذين كانوا مدة حياتهم كلها خاضعين للعبودية مخافة من الموت. فإنه لم يتخذ الملائكة قط، بل إنما اتخذ نسل إبراهيم. فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيهاً بإخوته في كل شيء، ليكون رئيس كهنة رحيماً أميناً فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب. لأنه إذ كان قد تألم مجرباً، فهو قادر على أن يغيث المصابين بالتجارب. السلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا.
الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي في ذلك الزمان أتي بآخرين مجرمين ليقتلا مع يسوع، ولما مضوا إلى المكان المسمى الجمجمة صلبوه هناك هو والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابه مقترعين عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء يسخرون منه معهم قائلين: قد خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. وكان الجند أيضا يهزؤون به مقبلين إليه ومقدمين له خلا وقائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية والرومانية والعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أما تخشى الله وأنت تحت هذا القضاء عينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يصنع شيئا مخالفا. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فحدثت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم قائلا: يا أبتي في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا: في الحقيقة كان هذا الإنسان صديقا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين على هذا المنظر لما عاينوا ما حدث رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه والنساء اللواتي تبعنه في الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. المجد لك يا رب المجد لك. سريعا فلتدركنا رأفتك يا رب، لأننا قد افتقرنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. روح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. هلما جميعنا نسبح المصلوب من أجلنا، لأن هذا رأته مريم على الخشبة فقالت: وإن كنت احتملت الصلب طوعا فأنت لم تزل ابني وإلهي. يا رب ارحم 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 يا
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح الإله الطويل الآنات الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ الداعي الكل إلى الخلاص موعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طلباتنا وسهل حياتنا إلى العمل بوصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقنياتنا، نجنا يا الله من كل حزن وشر ووجع، حطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين مرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فإنك مبارك إلى أبد الدهور، آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، يا من بلا فساد ولدت كلمة الله، حقا أنك والدة الله، إياك نعظم باسم الرب بارك يا رب. ليرأف الله بنا ويباركنا وليضئ بوجهه علينا ويرحمنا. أيها الإله ورب القوات وصانع جميع المخلوقات، يا من بكثرة تحننك ومراحمك التي لا توصف أرسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح لأجل خلاص جنسنا، ولأجل صليبه الكريم مزقت سقى خطايانا وبه فضحت رؤساء وسلاطين الظلام، أنت أيها السيد المحب البشر اقبل منا نحن الخطأة هذه الطلبات الشكرية والابتهالية، وأنقذنا من كل سقطة مبيدة مظلمة، ونجنا من جميع الطالبين لنا المساوئ من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. سمر أجسادنا بخوفك، ولا تمل قلوبنا إلى الأحاديث الباطلة ولا إلى الأفكار الشريرة، بل بشوقك اجرح نفوسنا لكي إذا ما كنا ناظرين إليك في كل حين ومهتدين بالنور الذي منك وملاحظين إياك أيها النور الأزلي الذي لا يدنى منه، نرسل لك بغير فتور الشكر والاعتراف أيها الآب الذي لا بد له مع ابنك الوحيد وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هلموا لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلموا لنسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. خلصني يا الله فأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس لي بها قوام، دخلت إلى عمق البحر وغرقني العاصف، عييت مما أصرخ وبح حلقي، ذبلت عيناي مما أترجى إلهي، كثر أكثر من شعر رأس الذين يبغضوني مجانا، واعتز أعداء الذين يطردوني ظلما، وكنت أرد حينئذ ما لم أخطف. يا الله أنت تعرف جهلي وذنوبي عنك لم تخفى، فلا يخزى الذين ينتظرونك يا رب، يا رب رب القوة يا رب رب القوات، ولا يستحي بك الذين يلتمسونك يا إله إسرائيل، لأني من أجلك احتملت العار وغطى الحياء وجهي، وصرت منفيا من إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وعار معيريك وقع علي، وغطيت بالصوم نفسي فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، علي تفكر الجالسون في الباب وفي ترنم شراب الخمر، وأنا بصلاتي إليك يا رب هو زمان الرضا. يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك، سلمني من الطين لئلا أوحل فأنجو من الذين يبغضوني، ومن عنق المياه لا يغرقني عاصف الماء ولا يبتلعني القعر ولا تطبق البئر علي فاها. استمع مني يا رب فإن رحمتك طيبة، انظر إلي ككثرة رأفتك، لا تصرف وجهك عن عبدك فإني حزين، استجب لي سريعا، انظر إلى نفسي وخلصها من أجل أعدائي، نجني لأنك أنت تعرف عاري وخزي وخجلي، وقدامك جميع الذين يحزنوني، توقعت نفسي العار والشقاء وانتظرت من يحزن معي فلم أجد، ومعزين فلم أصب، جعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلا، فالتصر مائدتهم قدامهم فخا وللمجازات وبالشك والشك تظلم عيونهم كي لا يبصروا، وأحني ظهورهم في كل حين،
أفض وأحمي ظهورهم في كل حين، أفض عليهم رجزك وغضب سخطك يدركهم، لتصر ديارهم خراباً وفي مساكنهم لا يكونوا ساكنون، لأنهم طردوا الذي ضربته أنت وعلى وجع جراح زادوا. زد إثماً على إثمهم ولا يدخل في عدلك، وليمحوا من سفر الحياة ومع الصديقين لا يكتبوا. فأنا بائس ووجع خلاصك يا الله فليعضدني، أسبح اسم إلهي بالتمجيد وأعظمه بالتسبيح، فيرضي الله ذلك أفضل من عجل فطيم ذي قرون وأظلاف. فليبصر الفقراء ويفرحوا، اطلبوا الله فتحيا نفوسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين ولم يرذل طلبة القيادين. فلتسبحه السماوات والأرض والبحر وكل ما يدب فيه، لأن الله يخلص صهيونا وتبنى مدائن يهوذا ويسكنون ثم ويرثونها، ونسل عبيدك يستحوذ عليها، والذين يحبون اسمك يسكنون فيها. اللهم أصغي إلى معونتي يا رب، أسرع إلى إغاثتي، ليخزى ويخجل الذين يلتمسون نفسي، ليرتد إلى خلف ويخزى الذين يريدون لي الشر، وليعد في الحين خازين القائلون لي نعمة نعمة، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يبتغونك يا الله، وليقل في كل حين بتعظم الرب، يتعظم الرب الذين يحبون خلاصك، وأما أنا فمسكين وفقير. اللهم أعني معيني ومنقذي أنت يا رب فلا تبطئ. أمل يا رب أذنيك واستمعني، لأني مسكين وبائس، أنا أحفظ نفسي لأنني بار. خلص عبدك يا إلهي المتكل عليك، ارحمني يا رب لأنني إليك أصرخ طول النهار. فرح نفس عبدك لأني إليك رفعت مهجتي، لأنك أنت يا رب صالح ووديع وكثير الرحمة لجميع المستغيثين بك. أنصت يا رب إلى صلاتي واصغي إلى صوت طلبتي، في يوم حزني إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع العجائب، أنت الله وحدك. اهدني يا رب إلى طريقك فأسلك في حقك، وليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك يا رب يا ربي وإلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلى. اللهم إن المنافقين قد قاموا علي، وجماعة الأعزاء طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب إلهي رؤوف ورحوم، طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعط قوتك لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي علامة صالحة وليرى ذلك مبغضية فيخزوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. لما أبصر اللص مبدأ الحياة على الصليب معلقا، قال: لولا أن المصلوب معنا إله متجسد، لما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجد معتزة. لكن يا محتمل الكل اذكرني يا رب إذا أتيت في ملكوتك. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا وصبرت على الصلب أيها الصالح، يا من سبيت الموت بموتك وأريت القيامة بما أنك إله، لا تعرض عن الذين جبلتهم بيديك، بل اظهر تعطفك للناس أيها الرحيم، واقبل والدتك والدة الإله متشفعة من أجلنا، وخلص يا مخلصنا شعبا يائسا. عجب كان يرى كيف صانع السماء والأرض على الصليب معلق، الشمس أظلمت والنهار أيضا تحول إلى ليل، والأرض أبرزت أجسام الموتى من القبور، فمعهم نسجد لك فخلصنا. اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباس اقترعوا، جعلوا في طعام مرارة وفي عطشي سقوني خلا.
عندما سمرك الأبرياء من الشريعة على الصليب يا رب، يا رب المجد، هتفت نحوهم: بماذا أحزنتكم وبماذا أغضبتكم؟ من الذي نجاكم قبلي من الحزن؟ والآن بماذا كافأتموني؟ بدل الخير شراً، بدل عمود النار سمرتموني على الصليب. عوض الغمام احتفرتم لي لحداً، بدل المن قدمتم لي مرارة. عوض الماء سقيتموني خلاً. سأدعو الأمم فيما بعد وأولئك يمجدوني مع الآب والروح القدوس. المجد للآب وللابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. So
باللحن السادس. قال الجاهل في قلبه: ليس إله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. قراءة من نبوة إرميا النبي. يا رب عرفني فأعرف، قد عرفت حينئذ صنائعهم، وأنا كخروف بريء من الشر مسوق إلى الذبح ولم أعلم. قد افتكروا علي فكرا خبيثا، قائلين: تعال ننصب في خبزه عودا ونسحقه من أرض الأحياء ولا يذكر اسمه أيضا. يا رب القوات اقضي قضاء عادلا مختبرا الكليات والقلوب، عسى أعرف الانتقام الصائر منك فيهم، فأني قد كشفت لديك حقي. لهذا السبب يقول الرب هذه الأقوال على رجال غنثوث الطالبين نفسي، القائلين: لا تتنبأ باسم الرب وإلا فستموت بأيدينا. لهذا يقول الرب هذه الأقوال: ها أنا ذا أتصفح حالهم فأحادثهم، بالسيف يموتون وبنوهم وبناتهم، ويقضون أجالهم بالجوع، وما تكون لهم بقية، لأني سأجلب الأسواء على الساكنين غناثوث في سنة افتقادهم. عادل أنت يا رب، فإني أعتذر لديك، لكني أتكلم أحكاما قدامك. لماذا ترك الملحدين تتيسروا وجميع الغادرين صنوفا من الغدر قد أخصبوا؟ قد غرستهم فتأصلوا واصطنعوا أولادا وصنعوا ثمرا. أنت قريب من فمهم وبعيد عن كلياتهم، وأنت يا رب تعرفني، تعرفني وامتحنت قلبي قدامك. اجمعهم كالغنم للذبح وطهرهم ليوم ذبحهم. إلى متى تنوح الأرض ويجف كل حشيش الحقل من رذيلة الذين يسكنون في الأرض؟ قد باتت البهائم والطيور لأنهم قالوا: ليس يبصر الرب تركنا. رجالك رجلاك تحاضران وترخيانك، اجمع كل وحوش الحقل وليأتوا ليأكلوه. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي ودنسوا نصيبي، أعطوا نصيبي المشتهى عندي لكفر عديم أن يكون مسلوكا وضع لإبادة الهلاك. لأن هذه الأقوال يقولها الرب من أجل جميع المجاورين الخبثاء الذين يمسون مورثي الذي قسمته لإسرائيل شعبي. ها أنا ذا أقتلعهم من أرضهم وأخرج يهوذا من وسطهم، وسيكون بعد أن أخرجهم أرجع فأرحمهم وأسكنهم كلا
في مورثه وكلا في أرضه. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوة، إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا جديدا حيا قد كرسه لنا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، فلندنو بقلب صادق في إيمان كامل وقد طهر الرش قلوبنا من دنس الضمير وغسل الماء النقي أجسادنا، ولنتمسك باعتراف الرجاء غير حائدين عنه، فإن الذي وعد هو أمين. وليتأمل بعضنا في بعض تحريضا لنا على المحبة والأعمال الصالحة، غير تاركين اجتماعنا كما للبعض عادة، بل واعظين بعضنا بعضا ومبالغين في ذلك على قدر ما نرى اليوم يقترب، لأننا إن أخطأنا اختيارا بعد أن حصلنا على معرفة الحق فلا يبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، وإنما هول انتظار دينونة وغيرة نار ستأكل الأضداد، فإنه من تعدى ناموس موسى فبشاهدين أو ثلاثة شهود يموت بلا رأفة، فكم تظنون يستوجب عقابا أشد من داس ابن الله وعدى دم العهد الذي قدس به نجسا وازدرى روح النعمة؟ لأننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا لأننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا إن الرب سيدين شعبه، إن الوقوع في يدي الله الحي هو أمر هائل. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي، في ذلك الزمان لما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل جندي قسم، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص غير مخيط منسوجا كله من فوق، فقالوا فيما بينهم لا نشقه ولكن لنقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباس. الكتاب قال أنا عطشان، وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وأدنوها من فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال قد تم، وأمال رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان يوم التهيئة، فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سوقهم ويذهب بهم، فجاء الجند وكسروا ساقي الأول والآخر الذي صلب معه، وأما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه، لكن واحدا من الجند طعن جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب أنه لا يكسر له عظم. وقال أيضا كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوا. المجد لك يا رب المجد لك. لا تسألون
استسلمنا إلى الانقضاء من أجل اسمك القدوس، ولا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك، من أجل إبراهيم المحبوب منك ومن أجل إسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هلما جميعنا نسبح المصلوب من أجلنا، لأن هذا رأته مريم على الخشبة فقالت: وإن كنت احتملت الصلب طوعا فأنت لم تزل ابني وإلهي. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح الإله الطويل الأنات الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة الباطنة، وسهل حياتنا إلى العمل بوصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا من كل حزن وشر ووجع، حطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم. باسم الرب بارك يا أب. يرأف الله بنا ويباركنا، وليضئ وجهه علينا ويرحمنا، آمين. أيها السيد رب يسوع المسيح إلهنا الطويل الأنات على خطايانا، الذي أتيت بنا إلى هذه الساعة الحاضرة التي كنت فيها معلقا على العود المحيي، وصنعت مدخلا للص الحسن الرأي إلى الفردوس، وأبدت الموت بالموت، اغفر لنا نحن عبيدك الخطأة غير المستحقين، لأننا قد أخطأنا وأثمنا ولسنا بأهل أن نرفع عيوننا وننظر إلى علو السماء، لأجل أننا تركنا طريق عدلك وسلكنا في أهواء قلوبنا، لكن نسأل صلاحك الذي لا يوصف، اصفح لنا يا رب بكثرة رحمتك، وخلصنا من أجل اسمك القدوس، لأن أيامنا قد فنيت بالباطل، أنقذنا من يد المضاد، اترك لنا خطايانا، وأمت معقول بشرتنا، حتى إذا نزعنا الإنسان العتيقة نلبس الجديد ونحيا بك أيها السيد المحسن، وهكذا نتبع أوامرك ونصل إلى النياح الأبدي حيث سكن جميع الفرحين، لأنك أنت هو السرور الحقيقي والابتهاج للذين يحبونك أيها المسيح إلهنا. إليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له، وروحك الكلي قدسه الصالح والمحي، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. في ملكوتك اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك، طوبى للمساكين بالروح فأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة فأنهم يعزون، طوبى للودعاء فأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فأنهم سيشبعون، طوبى للرحماء فأنهم يرحمون،
طوبى للأنقياء القلوب فإنهم لله يعينون. طوبى لصانعي السلامة فإنهم بني الله يدعون. طوبى للمضطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجل كاذبين. افرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم في السماوات. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك. اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك. اذكرنا يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. إن المصف السماوي يسبحك ويقول قدوس 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 رب الصباوت. السماء والأرض مملؤتان من مجدك. تقدموا إليه واستنيروا ولا تخزى وجوهكم. إن المصف السماوي يسبحك ويقول قدوس 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 رب الصباوت. السماء والأرض مملؤتان من مجدك. المجد للآب والابن والروح القدس. إن مصاف الملائكة القديسين ورؤساء الملائكة مع كل القوات السماوية يسبحونك ويقولون قدوس 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 رب الصباوت. السماء والأرض مملؤتان من مجدك. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجون له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. اصفح واترك واغفر لنا يا الله سقطاتنا الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة التي في الليل والتي في النهار التي بالعقل والتي بالذهن بما أنك صالح ومحب للبشر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هلما جميعا نسبح المصلوب من أجلنا لأن هذا رأته مريم على الخشبة فقالت وإن كنت احتملت الصلب طوعا فأنت لم تزل ابني وإلهي. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. أيها الثالوث القدوس العزة المتساوية في الجوهر الملك الذي لا ينقسم علة كل الصالحات ارتضي بي أنا الخاطئ أيضا وثبت قلبي وامنحه فهما وانزع عني كل دنس وأنر لبي لكي أمجد على الدوام وأسجد وأسبح قائلا قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب أمين. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر.
المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. أبارك الرب في كل وقت وعلى الدوام تسبيحته في فمي. بالرب تمتدح نفسي ليسمع الدعاء ويفرح. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. التمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني أنقذني. تقدموا إليه واستنيروا ولا تخزى وجوهكم. هذا الفقير صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول خائفيه وينشيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فأنه ليس للذين يتقونه أعواز. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يلتمسون الرب فلا ينقصون كل خير. هلموا أيها الأولاد واستمعوا لي، فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ أكفف لسانك عن الشر وشفتاك لا تنطقا بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسعى في ابتغائها. عينا الرب على الصديقين وأذناه إلى استغاثتهم. وجه الرب على صانعي الشر ليبيد من الأرض ذكرهم. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع أحزانهم أنقذهم. قريب الرب من المنصحكي القلوب والمتواضعين بالروح يخلص. كثيرة أحزان الصديقين ومن جميعها ينقذهم الرب. يحفظ الرب عظامها كلها وواحد منها لا ينكسر. موت الخطأ شرير والذين يبغضون الصديق يأثمون. الرب يفتدي نفوس عبيده ولا يخيب جميع المتكلين عليه. واجب الاستحقاق حقا نغبط والدة الإله الدائمة توبة البريئة من كل عيوب أم إلهنا. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله. حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم. باسم الرب بارك يا أب. يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي. يا من احتمل البصاق والسياط والتقريعات والصلب والموت لأجل خلاصنا، شفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، والقديسين المشرفين رسل الجديرين بكل مديح، والقديس أنطونس الكبير شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين الصديقين جدي المسيح إله وكيم وحني، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. بالصلوات يا بائن القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. بارك يا سيد. تبارك الله إلهنا كل حين، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. هلموا لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. باركي يا نفسي الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، الاعتراف وعظم الجلال لبسته. أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، المسقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحاً وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استيثاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين. رداؤه اللجة كالثوب، وعلى الجبال تقف المياه. من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع. ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى الموضع الذي أسست لها. جعلت لها حداً فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تغرد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزاً من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب أرز لبنان التي غرستها، هناك تعشش العصافير ومسكن الهيرود يتقدمها. الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب. صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها.
جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب، أشبال تزأر لتختفى وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيارها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيراً، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجوداً، يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفس الرب، الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا، لك المجد. بسلام من الرب نطلب، من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب الرحى، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيري الله يسوع، من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. يا رب الرحى، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيري إليسون، من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكيروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب الرحام، من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيري إليسون، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب الرحام، من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. كيري إلي يسوع، من أجل المسافرين بحرا وبرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب الرحام، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيري إلي يسوع، واضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب الرحام، بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها للمسيح الإله. لك يا رب يليق كل مجد وإكرام والسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين.
البرية استحالت خوفا لما شاهدتك معلقا على الصليب،
فالشمس ادلهمت وأسس الأرض اضطربت والكل تألموا مع خالق الكل. فيا من احتمل ذلك طوعاً من أجلنا يا رب المجد لك. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتك الإسرائيل على الرب. لماذا الشعب الرديء والاعتقاد متعدي الشريعة يهذ بالباطل؟ لماذا حكم على حياة الكل بالموت؟ فيا له من عجب عظيم، إذ إن مبدع العالم أسلم إلى أيدي الأثمة، والمحب البشر رفع على عود لكي يعطك المكبلين في الجحيم هاتفين. أيها الرب الطويل الأنات، المجد لك. لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثام. اليوم البتول البريئة من العيب أبصرتك معلقاً على الصليب أيها الكلمة، فانجرح قلبها بنحيب الجوانح الوالدية، وتنهدت بتفجع من صميم النفس، وتمرمرت وقرعت صدرها هاتفة بانسجام العبرات. ويحي يا ولد الإله، ويلي يا نور العالم، كيف غبت عن عيني يا حمل الله؟ حينئذ الأجناد العادمون الأجساد شملتهم الرعدة صارخين. أيها الرب الذي لا يدرك، المجد لك. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها المسيح إله كل البرايا ومبدعها، إن التي ولدتك بغير زرع لما رأتك معلقا على عود صرخت بمرارة. أين غاب جمال طلعتك يا ولدي؟ لست أحتمل مشاهدة صلبك ظلما، فانهض مسرعا لأشاهد قيامتك من بين الأموات ذات الثلاثة الأيام. لأن رحمته قد خويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر. اليوم سيد الخليقة يمثل أمام بيلاطس، وبارئ الكل يدفع إلى الصلب مقدما كحمل باختياره. الذي أمطر المن يسمر بالمسامير، ويطعن بحربة، ويدنى منه بإسفنجة، وفادي العالم يلطم على خديه، وإله الكل يهزأ به من عبيده. فيا لمودة السيد للبشر، لأنه كان يسأل أباه من أجل صالبيه قائلا: اترك لهم هذه الخطيئة، لأن المخالفين الشريعة لا يعلمون ما يفعلونه ظلما. المجد للآب والابن والروح القدوس. اليوم يشاهد سر مصنوع رهيب ومستغرب، فأن الذي لا يلمس يضبط، والحال آدم من اللعنة يكبل، والفاحص القلوب والكلى يستفحص ظلما، والذي غلق اللجة يغلق عليه في قبر، والذي تنتصب لديه القوات السماوية برعدة يمثل أمام بيلاطس، والبارئة يلطم من يد مبروئة، وقاضي الأحياء والأموات يقبض عليه بخشبة، ومبيد الجحيم يطبق عليه في قبر. فيا من احتمل هذا كله برأفته وخلص الكل من اللعنة، أيها الرب الطويل الأنات، المجد لك. اللعنة كل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أولاً
المستقيم. يا نوراً باهياً لقدس مجد الله بالذي لا يموت سماء القدوس المغبوط يا يسوع المسيح إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا نسبح الآب والابن والروح القدوس الإله فيبنى الله معطي الحياة إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة. الرابع اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباس اقترعوا. إلهي إلهي انظر لماذا تركتني. قراءة من سفر الخروج. الحكمة لنصي. وخاطب الرب موسى وجها لوجه كما يخاطب أحدنا رفيقه وانصرف راجعا إلى المحلة وكان خادمه يشوع بن نون شابا لا يخرج من مضرب الشهادة. وقال موسى للرب ها أنت تقول لي أصعد هذا الشعب وأنت ما أوضحت لي من ترسله معي وأنت قلت لي إني أعرفك أكثر من كل الناس وإن لك نعمة عندي فإن كنت قد وجدت نعمة أمامك فأظهر لي ذاتك لأراك بعلم ولأكون واجدا نعمة أمامك وأعرف أن هذا الشعب العظيم هو شعبك فقال أنا أمضي أمامك وأريحك فقال موسى إن أنت ذاتك لم تسر معنا فلا تصعدني من ها هنا وكيف يكون معلوما بالحقيقة أني وجدت نعمة لديك أنا وشعبك إن لم تسر أنت معنا ونتمجد أنا وشعبك أكثر من جميع الأمم التي على الأرض فقال الرب لموسى هذا وهذا القول الذي قلته سأعمله لك لأنك وجدت نعمة أمامي وأعرفك أكثر من الكل فقال موسى أرني مجدك قال له أنا أعبر أمامك بمجدي وأدعو باسمي الرب أمامك وأرحم من أرحمه وأترأف على من أترأف عليه وقال لن تستطيع أن تبصر وجهي لأن ما يبصر إنسان وجهي فيحيا وقال الرب ها مكان عندي فقف في الصخرة فإذا جاز مجدي أجعلك في ثقب الصخرة وأستر عليك بيدي إلى أن أعبر ثم أرفع يدي وحينئذ ترى ما ورائي وأما وجهي فلا يظهر لك بروكيمن باللحن الرابع دنيا رب الذين يظلموني جازوني بدل الخير شرا قراءة من سفر أيوب الصديق حكمة لنصي وبارك الرب أواخر أيوب أكثر من أوائله وصارت بهائمه غنما ربوة وأربعة آلاف وجمالا ستة آلاف وفدنا من البقر ألفا وأتنا راعية ألفا وولد له سبعة بنين وثلاث بنات فسمى الأولى نهارا والثانية سليخة والثالثة قرن القوة وما صودف نظير بنات أيوب في الفضاء الذي تحت السماء وعاط أيوب بناته ميراثا بين إخوتهن وعاش أيوب بعد الضربة 170 سنة وصارت كل سنيه 248 سنة وأبصر أيوب بنيه وبني بنيه جيلا رابعا وقضى أيوب أجله شيخا مملوءا من أيامه وكتب أيضا أنه سيقوم مع الذين يقيمهم ربنا
هذا ترجم من المصحف السرياني، وكانت سكناه في حوران على حدود أدوما والعربية، وكان اسمه يباب، وأخذ امرأة عربية وولدت له ابنا اسمه حنون، هذا كان أباه زرات ابن العيس وأمه بصورة، فيجب أن يكون ولدا خامسا من إبراهيم. قراءة من نبوءة أشعيا النبي. هذه الأقوال يقولها الرب: ها ابني يفهم ويرتفع ويتمجد ويستعلي جدا على نحو من ذهل كثيرون عليك، هكذا تهان من الناس صورتك وشرفك من بني البشر. على هذا المثال تتعجب منه أمم كثيرة، والملوك يسدون فمهم، لأن الذين لم يخبروا به يعاينونه، والذين ما سمعوا به يفهمون. يا رب، من صدق سماعنا وذراع الرب لمن انكشف؟ أخبرنا قدامه أنه بمنزلة صبي كأصل في أرض ظامئة لم يوجد له صورة ولا شرف، ورأيناه فليس له صورة ولا حسن، لكن صورته مهانة وناقصة أكثر من بني البشر، إنسان إذ كان في جراحه ويعرف أنه يحتمل وجعاً لأن وجهه رذل، قد أهينا ولم يحتسب شيئاً، هذا يحتمل خطايانا ويتوجع لأجلنا، ونحن احتسبناه أنه في وجع وفي جراح من الله وفي ضر، هذا جرح لأجل خطايانا وتوجع بسبب آثامنا، عليه أدب سلامتنا ونحن بجراحه شفينا، كلنا كالغنم ضللنا، إنسان في طريقه ضل، والرب أسلمه لخطايانا، وهو لأجل وصول الضر إليه لم يفتح فاه، سيق كالنعجة إلى الذبح وكان خاليا من صوت، كالخروف أمام الجزار على هذه الصفة لم يفتح فاه، بتواضعه ارتفعت حكومته وجيله من يصفه، لأن قد ارتفعت على الأرض، قد ارتفعت من الأرض حياته من آثام شعب سيقا إلى الموت، وأعطى الأشرار بدلاً من دفنه والأغنياء بدلاً من موته، لأنه لم يصنع إثماً ولا وجد في فمه غش، ويريد الله أن يطهره من جراحاته. إذا بذلتم من أجل الخطيئة فنفسكم تبصر نسلاً طويل العمر، ويريد الرب بيده أن ينتزع نفسه من الوجع ليريه نوراً ويجبله بفهمه، ويبرز الصديق الحسن الخدمة لكثيرين ويحمل هو خطاياهم، لذلك يرث هذا كثيرين ويقسم أسلاب الأقوياء بدلاً من تسليم نفسه إلى الموت واحتسابه من الأثم، وهو احتمل خطايا كثيرين وأسلم لأجل خطاياهم. افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، ترنمي واهتفي يا من لم تمارس طلقاً، فإن أولاد البرية أكثر من أولاد التي لها رجل، والسبح لله دائماً. وضعوني في جب أسفل السافلين، يا رب إله خلاصي بالنهار والليل، صرخت أماما. الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لنصغي. يا إخوة، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه قد كتب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء، فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ أليس الله قد جهل حكمة هذا العالم؟ فإنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، ارتضى الله أن يخلص بجهالة الكرازة الذين يؤمنون.
لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، أما للمدعوين من اليهود واليونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن مستجهل الله أحكم من الناس ومستضعف الله أقوى من الناس. انظروا دعوتكم، إنه ليس كثيرون حكماء بحسب الجسد، ولا كثيرون أقوياء، ولا كثيرون شرفاء، بل اختار الله من العالم ما كان جاهلا ليخزي الحكماء، واختار الله من العالم ما كان ضعيفا ليخزي ما كان قويا، واختار الله من العالم ما كان خسيسا وحقيرا وغير موجود ليبطل الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. وبه أنتم في المسيح يسوع الذي صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء، حتى إنه كما كتب: من يفتخر فليفتخر بالرب. وأنا لما آتيتكم أيها الإخوة لم آتي بفضل الكلام أو الحكمة، مبشرا لكم بشهادة الله، لأني حكمت بألا أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. السلام لك أيها القارئ. الحكمة، فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب، المجد لك. لنصغي. في ذلك الزمان تشاور كل رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليميتوه، فأوثقوه وذهبوا به وأسلموه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا أن يسوع قد قضي عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: إني قد أخطأت إذ أسلمت دما زكيا. فقالوا له: ماذا علينا فأنت أبصر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى فخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن يجعلها في بيت التقدمة لأنها ثمن دم. فتشاوروا وابتاعوا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، ولذلك دعي ذلك الحقل حقل الدم إلى اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، ودفعوها عن حقل الفخار كما أمرني رب. وقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وفيما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشكونه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه عن كلمة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا أن يطلق للجمع في العيد أسيرا من أرادوا، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يدعى برباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلقه لكم، أبرباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ لأنه كان يعلم أنهم إنما أسلموه حسدا. وبينما كان جالسا على كرسي القضاء أرسلت امرأته إليه قائلة: إياك وذاك الصديق، فإني قد توجعت اليوم كثيرا من أجله في الحلم. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ أقنعوا الشعب بطلب برباس وإهلاك يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من تريدون أن أطلقه لكم من الاثنين؟ فقالوا: برباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا أصنع بيسوع الذي يقال له المسيح؟ فقالوا: كلهم ليصلب. فقال لهم الوالي:
فأي شر صنع فازدادوا صياحا قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينتفع شيئا ولكن يزداد البلبال أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا الصديق أبصر أنتم. فأجاب جميع الشعب قائلين دمه علينا وعلى أولادنا. وحينئذ أطلق لهم برباسا وجلد يسوع وأسلمه للصلب. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة ثم جثوا على ركبهم قدامه وصاروا يهزؤون به قائلين السلام يا ملك اليهود. وكانوا يبصقون عليه ويأخذون القصبة ويضربون بها رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به ليصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه أن يحمل صليبه. ولما أتوا إلى مكان يسمى الجلجلة وهو المسمى موضع الجمجمة أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب فذاق ولم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباس اقترعوا. ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين والآخر عن اليسار. وكان أحد المجرمين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك ويانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا أما تخشى الله وأنت تحت هذا القضاء بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يصنع شيئا مخالفا. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون يا ناقض الهيكل وبنيه في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت أنت ابن الله فانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ كانوا يهزؤون به قائلين خلص آخرين ونفسه ما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إنه متكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه، لأنه قال أنا ابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 9 ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الواقفين هناك فقولوا إنه ينادي إيليا. وللوقت أسرع واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. فقال الباقون دع لننظر هل يأتي إيليا ينجيه. وصرخ أيضا يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجناء أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور من بعد قيامته وأتوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وإن قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزلة وما حدث خافوا جدا وقالوا في الحقيقة كان هذا ابن الله. ثم إذ كان يوم التهيئة فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سوقهم ويذهب بهم. فجاء الجند وكسروا ساقي الأول والآخر الذي صلب معه. وأما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه، لكن واحدا من الجند طعن جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء. والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب أنه لا يكسر له عظم. وقال أيضا كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه
وكان هناك نساء كثيرات ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدة. ولما كان المساء جاء إنسان غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. هذا دنا إلى بيلاطس وطلب منه جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يسلم الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا عظيما على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين مقابل القبر. المجد لك يا رب المجد لك. لنقل جميعنا من كل نفوسنا من كل نياتنا، لنقل أيها الرب الضابط لكل إله وآبائنا، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين عبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها، وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل المطوبين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار، ومن أجل جميع المنتقلين من أبائنا وأخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل الذين يقدمون الاثمار والذين يصنعون الاحسان في هذا الهيكل المقدس والذين يتعبون ويرتلون فيه، ومن اجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمه الغنيه العظمى. يا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. رحيم ومحب للبشر، واليك نرفع المجد ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل ان والى دهر الداهرين. في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك، مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا قدوس أنرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. لنكمل طلباتنا المسائية للرب. كيريا ليسون. اعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم.
وأن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل أراسو كيريه ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل استجب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل أراسو كيريه الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل استجب يا رب أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل أراسو كيريه تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حزنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل استجب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحكم لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها الرب إلهنا يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضعوا عناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر غير منتظرين المعونة من بشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح حياة الكل إن يوسف الذي من الرامة لما أحضرك من الخشبة ميتا أضجعك بحنوط وسبان وبادر بشوق ليقبل جسدك البريء من الفساد بالقلب والشفاه لكنه كان محتشما من الخوف وهتف نحوك بفرح المجد لتنازلك يا محب البشر الرب قد ملك والجمال لبس لبس الرب القوة وتمنطق بها يا منقذ الكل إن الجحيم المضحوك عليه جدا لما أبصرك قد وضعت في قبر جديد من أجل الكل ارتاع خائفا وأقفاله انسحقت وأبوابه تكسرت والقبور تفتحت والأموات نهضت حينئذ آدم هتف نحوك بفرح وشكر المجد لتنازلك يا محب البشر لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع أيها المسيح يا من هو بطبيعة لاهوته غير محصور ولا محدود لما أغلق عليك في قبر جسدانيا باختيارك أغلقت مخادع الموت والجحيم وهدمت ممالكه كلها وحينئذ أهلت هذا السبت لمجدك وإشراقاتك وللبركة الإلهية لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام أيها المسيح إن القوات الملائكية لما رأت الفاقدي الشريعة يتجنون عليك كطاغ وحجر القبر مختوما من أيدي طاعني جنبك الطاهر ارتاعوا من طول آناتك التي لا توصف لكنهم إذ فرحوا بخلاصنا هتفوا نحوك بفرح المجد لتنازلك يا محب البشر المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آب
الآن أطلق عبدك أيها السيد حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام كل الشعوب، نورا لإستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. إن يوسف المتقي أحضر جسدك الطاهر من العود، ولفه بالسمن النقية، وحنطه بالطيب وجهزه ووضعه في قبر جديد. المجد للآب والابن والروح القدوس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. إن الملائكة حضر عند القبر قائلا للنسوة الحاملات الطين، أما الطيب فهو لائق بالأموات، وأما المسيح فقد ظهر غريبا من الفساد. المسيح إلهنا الذي هو مبارك كل حين، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. شدد اللهم الإيمان القويم، إيمان المسيحيين الحسنين العباد الأرثوذكسيين مع هذه الكنيسة وهذه المدينة إلى أبد الدهور، آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح إله يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا أب. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من احتمل البصاق والسياط والتقريعات والصلب والموت لأجل خلاصنا، شفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، والقديسين المشرفين رسل الجدرين بكل مديح، والقديس أنطونس الكبير شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين الصديقين جدي المسيح إله وكيم وحني وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. بصلوات أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا، آمين. موسم مبارك يا أحبابي.